منذ اللحظة الأولى لبدء المفاوضات كتبت بهذا الإطار. أنا قلت أن بنيامين نتنياهو ليس جديا بهذا النقطة، يعني نقطة المفاوضات خاصة في هذه المرحلة بالذات، لعدة أسباب العلاقة بالشأن الإسرائيلي والعلاقة بالانتخابات الأمريكية. أولا، بنيامين نتنياهو ب 27 الشهر الجاي بيصير ملك إسرائيل. ليش؟ لأنه في عطلة للبرلمان الإسرائيلي، الكنيسة الإسرائيلي ما موعد عنده يحاسبه، وبالتالي يصبح مطلق اليدين في فعل ما يريد على مستوى القيادة الإسرائيلية. هاي أولا. ثانيا، من يريد المفاوضات لا يفتعل المجازر، هذه مش أول مرة بيعملها. بالمرحلة بالجولة اللي قبل هذه الجولة كان في مفاوضات، مش بس طلع بايدن فاجأ العالم كله، قال لقد تلقيت عرض إسرائيلي، والنكتة هون بتمنى على الإسرائيليين أنه يوافقوا عليه، بتعتقد دين يعني كانت مشهورة لبايدن. وبالتالي بدأت المفاوضات وكان مقترح إسرائيل، وافقت عليه حركة حماس. بعدين طلع كيربي، جون كيربي، وقال نطلب موافقة حماس، حماس وافقت، ورجع قال مرة تانية ونرجع نطلب موافقة حماس. وبالتالي كان نتنياهو هو اللي مقدم العرض وهو اللي رافض العرض. يتبين من ذلك أن هناك في نوع من التلاعب فيما يخص القيادة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية. والدليل أنه الإعلام الإسرائيلي وحتى يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عم بيقول أنه بنيامين نتنياهو الصبح بيحكي شيء وبعد الظهر بيحكي شيء ثاني، وبالتالي لا ثقة في هذه الشخصية، شخصية بنيامين نتنياهو بإدارة المفاوضات. يبدو أنه لديه أهداف شخصية لها علاقة في صفقة ما مع ترامب أو مع بايدن، لأن الحركة الصهيونية هي توظف الاثنين برأيي أنا، إن كان على مستوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلاهما موظفان لدى الحركة الصهيونية العالمية وبالتحديد لدى منظمة إيبك التي تدعم الطرفين. وبالتالي إذا كان هناك مصلحة للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم مع بايدن فيبقى بايدن، أو لا فيبقى بنيامين نتنياهو. وبالتالي هذه المفاوضات أصلا بعد ما جرى بالأمس نسف كل شيء له علاقة بالتقدم الحاصل على مستوى القطري والمصري وحركة حماس، لأنه حركة حماس قدمت تنازلات تعتبر أساسية في ورقة المفاوضات وفي المقترح الأمريكي ووافقت وتنازلت، ولكن بنيامين نتنياهو في عملياته بالأمس نسف كل ما وصلت إليه الجهود القطرية والمصرية. طب اليوم في حديث كمان عن فتح جبهة الجولان في هذه العمليات العسكرية، وماذا عن الجبهة اللبنانية؟ يعني هناك كان إصرار أمريكي فرنسي أوروبي على حلحلة هذا الأمر وأنهاء الصراع القائم على الحدود اللبنانية مع العدو الإسرائيلي. اليوم هل يمكن القول في هذه المرحلة بأن هذه الحرب أو أن هذه الجبهة ستبقى مفتوحة إلى يعني ما بعرف إلى أشهر طويلة مقبلة؟ هل ستبقى هذه المناطق الجنوبية تخضع للقصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية وعمليات الاغتيال اليومية التي تطور فيها إسرائيل يوما بعد يوم؟ بحسب معلوماته وبحسب كلام سماحة السيد حسن نصر الله بأكثر من خطاب له، واعتبر بأن الجبهة اللبنانية والجبهة الجنوبية تحديدا أو شمال إسرائيل هي جبهة مرتبطة ارتباط عضوي وأساسي مع جبهة غزة. عندما تقف الحرب في غزة تقف الجبهة اللبنانية، لأن جبهة الإسناد الوحيدة للشعب الفلسطيني المظلوم وخاصة بعد ما جرى من كل مجازر في غزة هي الجبهة الحقيقية الفاعلة الوحيدة هي جبهة لبنان، جبهة المساندة اللبنانية. وبالتالي إذا توقفت هذه الجبهة معناتها القضاء على القضية الفلسطينية، لنحكيها من الآخر مش من الأول وبلا أي مجاملات. وقوف الجبهة اللبنانية والاستفراد بحركة حماس بغزة سيكون يعني بين قوسين، يعني مثل كون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. الاستفراد في حماس الآن سيليه بعد منا ضربي على مستوى لبنان، وبالتالي هذا شيء عضوي بالنسبة للحرب. الجبهة الجنوبية عن جنوب لبنان مرتبطة عضويا بجبهة غزة، عندما تقف الحرب في غزة تقف في جنوب لبنان. أما على مستوى الجولان السوري، وأعتبر بأن بعدما كشف حزب الله الإحداثيات من خلال الطائرة التي أرسلها في منطقة حيفا في الهدد واحد وفي الحلقة الثانية من الهدد اثنين، كانت هي رسالة ردعية. وبعدما كشف عن الرسالة الثانية التي قامت بها طائرة هدد في الجولان
لأنه تعتبر الجولان منطقة تجسس حيوية أساسية بالنسبة لإسرائيل. أرسل رسالة حزب الله إلى إسرائيل عبر طائرة الهدهد بأن منطقة الجولان والمنطقة الأمنية التي ترصد من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى تركيا وصولا على الحدود الإيرانية ومرورا بأربيل والعراق، أن هذه المنطقة هي تحت مرمانا بالإضافة إلى منطقة حيفا. وأعتقد في الهدهد الثلاثة سنصل إلى بعد صحراء النقب أو مفاعل ديمونا، وكتبت هذا في مقالين يعني بالتفصيل حول هذا الموضوع. فبرأيي أن جبهة الجولان هي مثل جبهة الجنوب اللبناني، ستكون في المرحلة القادمة فيما لو استمرت الحرب وفيما لم تردع الإدارة الأمريكية بنيامين نتنياهو عن هذه الحرب أو عن إيقاف إطلاق النار في منطقة غزة. أستاذ أكرم، هيك سؤال سريع هيك بالآخر، كنت تتحدث عن أنه بعد وقت قصير يصبح نتنياهو طليق اليدين ويمكن أن يذهب يعني إلى أي قرارات وملك في إسرائيل وقد يتهور في هذه القرارات، هل ترى في قراءة من خلال المعطيات الميدانية ونتائج الحرب حتى هذه اللحظة أنه يمكن لنتنياهو في أي لحظة من اللحظات أن يتخذ قرار بتوسيع الحرب على لبنان؟ نعم صحيح، إسرائيل بعد 27 الشهر يصير مطلق اليدين وبيصير أقوى على مستوى مناورة القيادة الأمريكية. يوآف جالانت راح جاب القنابل الخارق أو الخارقة للحصون اللي زنتها أكثر من 2000 رطل، حصل على كمية وصل منها جزء إلى إسرائيل. وحاليا بنيامين نتنياهو بعد ذهابه إلى الكونغرس الأمريكي ب 24 شهر يبقى له 3 أيام، بعد 3 أيام أراد من ورقة مفاوضات أن يتخذ منها ورقة قوية بيده ليناور مع ما بايدن، ولكن بالمعلومات وبالتحليل يبدو أن هناك تواطؤ ما بين الجمهوريين وبين بنيامين نتنياهو على أن نحن نعطيك ضمانات فقط أنه خلي الأبك الإسرائيلي. كما نعرف أن بنيامين نتنياهو هو ربيب الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعتبر من البارزين من الأقوياء على مستوى السياسيين الإسرائيليين المدعومين من منظمة إيبك، يعني هو الطفل المدلل لمنظمة إيبك. وبالتالي هون يعني إذا بدي أخذ مقارنة، هل بنيامين نتنياهو أقوى لدى منظمة إيبك من جو بايدن أم جو بايدن هو الأقوى؟ هذا ما أشرت إليه في أول اللقاء مع حضرتك. نعم. وبالتالي بعد 27 الشهر بنيامين نتنياهو يتصرف كما شاء، وهنا خطورة الموضوع، لأن لمصلحة بنيامين نتنياهو أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لحرب واسعة لكي يخفي كل تشليه في ما جرى في فلسطين. نعم، الكاتب والباحث السياسي أكرم بزي، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعطيات.